انتهاك صارخ لحرمة القبور في عنابة بعد عملية توسعة قام بها أحد المرقين العقاريين بحي فيلمس كورت، تسببت في انزلاق التربة وانهيار القبور وتعريتها، في مشهد مؤسف لجثامين الموتى التي أخرجت من قبورها قصرا، ما ولد سخطا جماعيا لذوي المدفونين بذات المقبرة بسبب الفوضى التي لم ترحم الموتى هنا. عندنا 3 أيام دفنا القبرة، أخونا هضرنا معه قلنا له قدمت إلى المقبرة ياسر وتعارك معه في الولد كرطي، قال له عندي ورقة ما زلت جدي نقدم كي ديرون، جاوا 3 قبور أخوي أحفرهم من قبلين كيف شفتيهم، أحفر القبورة بلا توريزاسيون بلا حد شي، راح ينحي القبر بالعظم ويحطوا ديريكت يدفنوا ونيك فني حد شي، يقول لك حنا مسلمين. والسرى هاك تشوف وراها البارح في الليل طاحوا زوز قبورة حبوا كامافليو، جاو حفروا هاك 3 حفرات حفروا حبوا يغميوا القبور هذوك يبنيوا الحيط كي يجوا المال ومسرى ربي يكشفهم، طاحت القبورة كل لحقت القبورة كل، وصباحك تشوف ان الناس جوده طاير برا، راك تشوف تقريبا 40 قبر راح طاح، وزادوا من المشكل كيكا زادوا من الرصانة مع الوحده تاع الليل خرجوا به قاعدين يديروا وحبوا يحفروا قبور وحبوا يدفنوهم وحدهم بلا سلطات بلا حتى شيء. والي الولايه الذي تنقل الى عين المكان معتذرا للمواطنين، توعد المتسببين بما سماها بالنكسه بالمتابعه القضائيه وتعويض كل الخسائر المسجله. يعني للأسف شديد نصل لهذه المشاكل كما هذه، هذا الإنسان مرقي والعدالة إن شاء الله هي تحكم فيها، نروح حتى في الجانب الجزائي لأنها هنا كمسؤول أول على الجهاز ما نسامح حتى ما واحد في هذه، مستحيل هذه. وتبقى للقبور حرمة يجب احترامها والحذر من المساس بها تفادياً لمثل هذه التجاوزات التي قد لا تحمد عقبها.